كريسمي. ثقافة الاختلاف مش موجودة عند الشعب المصري. يعني هنقضيها نسوان بترد على بعضها؟ كل مشاهدينا في كل مكان وفي كل حتة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا. ومعاكم ثلاث ستات أمارات جميلات ينفسنون ويتنافسون. معانا النهاردة في الحلقة مواضيع حلوة قوي، وهي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن تعرفي مين إن صاحبتك عجبها جوزك؟ عينها منه. عينه منه يخرش عيني منه. اي لهوي الحياة شكلها ايه بعد 10 سنين جواز؟ ده لو قعد 10 سنين. مفقود 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 يا زوجي. حد يظبط؟ في حد يستحمل 10 سنين؟ لقاء مع المذيع والممثل خالد عليش. تعرف ان اول واحد شافني في الشارع عرفني، خدته وعزمته على حاجه ساقعه. اول موضوع مهم لكل الستات ومهم جدا جدا جدا، يا ريت بقى ايه تركزي معايا. ازاي تعرفي ان صاحبتك عينها من جوزك؟ لو حاجة شغلاكي سيبي اللي في ايدك، لو حد بيكلمك اقفلي الباب وركزي معايا. هنقولك 5 6 دلالات كده تأكدي ان هي غصب عنها معجبة بيه. غصب عنها بس هي بتحبك. غصب عنها عينه منه يخرشي عيني منه. هتعمل ايه؟ ده شيء مش بايديها، ده يدوبك جوزك. هي يعني خدت منك حاجة كبيرة. وبعدين ده الحب اللي عند ربنا بقى، والقلب والإحسان. مش عارفة ما كنتش أقصد. وبعدين نشارك بعض يا جماعة الحاجة. عارفة الحب الضائع؟ ما تبقيش أنانية. عارفة الحب الضائع؟ حاجة زي الحب الضائع كده. صح. ايه العلامات بقى اللي تخليكي تتاكدي ان صاحبتك عينها من جوزك؟ اول حاجه هتلاقيها، يعني لو انتوا خارجين مع بعض هتلاقيها دايما بصاله وبتنح له وعينها ما بتتشالش من عليه، ولما بيتكلم تلاقيها مركزه قوي 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 في كل كلمه بيقولها، مهتمه قوي 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 بحديثه، مش شايفه من القعده غيره هو، ومش شايفه ولا سامعه من الكلام غير كلامه هو. واول كمان ما تشوفه تلاقي وشها احمر، قلبت على خخيه بقى مورده كده، ومركزه معاه على طول ومهتميه قوي بكل كلامه. وحاجه تانية كمان تلاقيها مهتميه قوي بلبسها وشكلها وهي جايه لك لو هو موجود، يعني لو هي جايه لك تقول لك هو موجود فتقولي لها اه، فتلاقيها جايه على سنجة 10 وانت بقى تبقي قاعده في البيت بالبيجامه عادي او بالجلابيه القطيفه المقطعه، وهي بقى تيجي ايه مترستقه كده، فدي يعني تعرفي ان هي بتنمر. لو متفقين انكم تروحوا العين السخنه او تقضوا الويك اند بتاع الشهر بتاعكم، او هتقضوا راس السنه فين، او بترتبوا لاي حفله او خروجه وهي مشتركه في ده، هتسيب كل الصحاب وهتسيب كل الشله وهتسيبك انت نفسك، وهتلاقيها مكلمه هو. قال له يا احمد قررتوا ايه؟ هنروح فين في راس السنه؟ هنروح العين السخنه. اخر كلام؟ طب بص انا متاكد بقى قوي قوي 100% كلمني. هقول لسوسن تقول لي. لا يا ريت تكلمني انت. هبعت لك على الواتساب. لا ما تطلبني. ما عنديش رصيد. اشحن لك. يلا كارت ب 10 وانا اكلمك. عينيا. باي يا احمد. باي. سي يو. سي يو تو. ما تقولش سوسن كلمتك. ليه؟ عشان ما تتضايقش. ليه؟ باي. بو. مفيش بوسه كده تصبير على الماشي. الخط قطع. وقد نفذ رصيدكم. الخط قطع، الموبايل فصل شحن، سوسن جنبي. فلما تسيبك خالص وتطنشك وفجاه بترتب الحفلات والقعدات والخروجات مع البيه رغم ان انت اللي صاحبتها، فجاه بقدره قادر بقى هو اللي صاحبها، يبقى مؤكد عينها منه. صح. كمان لما تلاقيها دايما ماسكه ودنه وبتشتكي له من مشاكلها وظروف حياتها الصعبه، اي حاجه مرت بيها، اي حاجه مضايقاها، ودايما هتلاقيها بتتمسكن، ودايما لما بتشتكي او بتتكلم معاها دايما بتشتكي من حاجات يا حرام مضايقاها ووجعاها وتعبانه، وقد ايه غلبانه، وقد ايه حزينه، وقد ايه حظها قليل، وقد ايه مظلومه، طبعا عشان تصعب عليه وقلبه يحن. وتلاقيها بتحكي له حاجات يمكن انت شخصيا اللي اصلا صاحبتها ما تعرفيهاش عنها، لكن هو يعرفها. أول ما تعمل كده تعرفي على طول إن عينها منه. وهي بتحكي له المشاكل دي ليه؟
ليه؟ عشان تصعب عليه وعشان يهب لنجدتها طبعا. فيبقى في لينك بقى طبعا. تعالى اعملي عجله العربيه، تعالى اعملي، لا يا مشاكل كبيره، لا وحتى لو مش هينجدها كفايه بس انه يرفع السماعه يسال عليها، لان هي حرام غلبانه وحيده، ظروفها صعبه وحيده. لا وبعدين لو الثانيه بقى عرفت فتيجي دي تقول له انت جوزي بيكلمك ليه، تقول لها ايه ما انا صاحبتك، والثانيه يقول لها مش دي صاحبتك انت بتحبيها، انا وقفت جنبها وانا يعني لو قلت لك سيبي صاحبك تزعلي، لو وقفت اي راجل مكانك كان هيعمل كده. مش فاهم عايزه ايه انت، عايزه ايه؟ سوسه. عايزه ايه سوسه؟ عايزه ايه سوسه في امك الاسود؟ بقول لك ايه يا سوسه، ما تحطيش عقبه. الحوار كله هيبقى على صاحبتك النهارده ولا ايه؟ النهارده خميس عايزين ننام. هتلاقيها بقى بتحب تجيلكوا البيت قوي، تقول لها تعالي قبلك بره في النادي، تقول لك لا اجي لك البيت. طب تعالي انت، انا رايحه عند ماما افوت عليكي ونطلع اي كافيه نقعد، تقول لك لا اجي لك البيت. وبعدين تيجي عندك الساعه 9 تنزل الساعه 4 الفجر، ليه؟ لان البيجي الساعه 1. يا ستات يا جميلات، تعالوا نطلع تقرير نشوف راي الستات في الشارع ونرجع. ده هيقولوا البدع. ممكن تطلب رقمه، هي بتكلمه من غير ما تقول لي او هو بيكلمها من غير ما يقول لي، ممكن يكون بيكلمه على التليفون كتير، لو حد اتصل بالتاني وانا معاه ممكن يخبي التليفون. بص له ازاي بيتكلمه، ازاي طريقه كلامها، طريقه معاملتها ليه، لايكس كومنتس على انستغرام وفيسبوك وحاجات كده ما بينهم وبين بعض، من طريقه نظراتها ليه، لو فضلت تسالني عليه كتير، لما نكون خارجين الاقيها بتقول لي انت فين، ايه ده، طب انا اجي لك دلوقتي، لما تعرف ان احنا وبعض. انتوا عاملين ايه مع بعض، طريقه بقى ردودها، هتقعد تعمل له، هتقعد تهتم بيه كده، هتبقى متضايقه لما تلاقي ان احنا رجعنا اتصالحنا تاني. دايما هي عامله له لايكس مثلا على الصور بتاعته على انستغرام او على فيسبوك او على الكلام ده، تقعد تكرهني فيه، تعمل حاجات وتفضل تكرهني لحد ما اكرهه وتاخده هي بقى. ساعات بتحصل حاجه خبيثه جدا، بس دي صاحبه خبيثه جدا من النوع الخطير، وغالبا هي مش صاحبه، ان هي تحاول تعمل ارض معركه بحيث تبقى طرف بينك وبينه، تنقل الكلام عكس عليه وتنقلك انت كلام عكس عن لسانه، فالدنيا تولع، فتلاقي الدنيا مولعه وانت مش عارفه في ايه. اتريكي مثلا لما قلت لها ودي لي الشنطه مش عارفه ايه، فهي قالت له اتصور، قالت له ودي لي الشنطه مش عليها، توديها هي، طب هي بتعمل كده ليه، على مو خلاص خلاص ما تقولهاش، تروح تقول لها اتصوري قال لي ودي الشنطه، انا ده اصل هي كسلانه، اصل هي ما جت، بس اوعي تقولي له احسن يتضايق مني. فتقوم هي قلبه بوزها، الزوجه في البيت وجوزها جاي، انت مالك في ايه، ما فيش، وهو قالب بوزه، فجاه ارض المعركه دي تولع نار، ونفضل لغايه خط النهايه مش عارفين مين السبب، اتريها هي، وطول الوقت بتلعب الدور ده عشان توصل انها في النهايه تتجوز الراجل ده بعد ما يطلع الست دي. حاجه وحاجه تانية كمان بقى تعملها، تعرفيها برضو وان هي بتكلمك في التليفون ما بتتكلمش عليكي، هو انت واحمد عملتوا ايه، هو انت واحمد رحتوا فين، هو انت اشتريتوا ايه، على طول اسئله عنه، وهو عمل ايه وجرى ايه وايه اللي حصل. دي برضو تعرفي انها مش مهتميه بيكي ومش صاحبتك، وعلى فكره مش بتسال عليكي علشان خاطر هي همها قوي حياتك الزوجيه، ما انت حياتك فيها امك واختك وعيالك وجيرانك واصحابك، هي متخصصه في جزء معين، فدي برضو تعمل لها بلوك. احذري من الاصدقاء وانتقي اصدقائك عشان تحافظي على كل حياتك، مش عشان تحافظي على جوزك بس. ونطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعد. الجواز هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده لو قعد 10 سنين. مفقود 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 يا زوجي. في حد يظبط؟ في حد يستحمل 10 سنين؟ الكرش تا 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 فالحزام بينزل تحت تحت، والكرش بيبقى طالع كده واخد وضعه. بطني هنا. اللي بقى لهم 10 سنين تيجي يا حبيبتي بس تفكر تمد ايديها على الكاتشب، انت ايه؟ انت مش عندك الكاتشب بتاعك، بتاخدي الكاتشب بتاعي ليه؟ في دماغه بقى. حكي المشبك وانت طالع. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن بعد 10 سنين يا ترى الجواز هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده لو قعد 10 سنين، ده لو صمد 10 سنين. سواد سواد سواد. مفقود 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 يا زوجي. مفقود يا حبيبي، ايه اللي صبرك؟ في حد يصبر؟ في حد يستحمل 10 سنين؟ لو جبل. لو كان الجواز ده جامد ومتين وعاش 10 سنين فأكيد أكيد الجواز أكيد ولا الزوج؟
الاثنين الرابطه الرابطه نفسها فاكيد اكيد اكيد بيبقى يا حرام شكله حصل فيه انبعاج، شكل الجواز وشكل الزوج وشكل الزوجه وشكل العلاقه انبعجوا كده مع بعض. فشكل الجواز دايما بنخش على الجواز واحنا حاسين ان احنا دي يعني منتهى السعاده وان احنا حققنا كل املنا بان احنا اتجوزنا، وبنبقى فاكرين ان الحياه هتفضل وردي ولطيفه، وبعدين بنكتشف الحقيقه المره ان الجواز بيقلب كابوس. فتعالوا نشوف الجواز بعد 10 سنين بيبقى شكله عامل ازاي. اللي انا مقتنعه بيه ومتاكده منه ان شعله الحب اللي بتبقى موجوده في الاول ولهفه الحب بتخفت وبتفضل فعلا العشره وفعلا الاعتياد وفعلا الحب اللي هو كان العشره الحلوه بقى اخوكي كانه ابن عمك كانه حته منك كانه ابنك بتحل محل اللهفه وبيبقى الحب برضه بس مش بلهفته. يعني مثلا ايه كان في تليفون بيتفتح 15 ساعه في اليوم من وهو جاي من اسوان لغايه ما بيوصل القاهره، عامله ايه اخبار، لا ما يجيش اشحنه في العربيه. دلوقتي لو اتعملت المكالمه كل 3 4 ايام عشان حاجه ضروريه وعلى قد الحاجه، اللي هو بقول لك ايه انا زي ما فتحت عشان خاطر العربيه في زاد، طب ماشي اوكي جاي امتى، كمان ساعه، طب ايه، طب ما يعني على قد الحاجه بالظبط. اما التليفون كان 15 ساعه والفاتوره الموبايل اللي كانت بتدفع بالالافات ده كان ايه؟ دي لهفه الحب، ودي بعد 10 سنين اسمها العشره. صح. وبرضه تعرفوا المتجوزين بقى بعد 10 سنين ازاي؟ مثلا لو انت قاعد سهران في مكان او بتتعشى في مطعم وفي جنبك اتنين، هقول الاول اللي لسه متجوزين وهقول اللي لسه متجوزين، تلاقيهم عايشين ياكلوا بعض ببق بعض، والله لا تاكلي البفتيك، والله العظيم ما قلت، لا والله تاكلي البفتيك، ويقعد ايه ينمنم ويستف في بقها حته حته، طب اجيب كوبيب انت، لا شكلك نفسك في الكوبيب، اطلب لك كوبيب، اجيب ورق عنب كده. اللي بقى لهم 10 سنين هي بتزايق اليوم هما الاثنين تمام، وبعدين تيجي يا حبيبتي بس تفكر تمد ايديها على الكاتشب، انت ايه؟ انت مش عندك الكاتشب بتاعك؟ انت عندك الكاتشب بتاعي ليه؟ هي تفاصيل وبعدين بيت الخروجه لو قعد معاك على الاكل معاكي، وبعدين بقى يقعد يسب بقى في الخروجه ويلعن في اليوم اللي خرجها فيه، وكنا كلنا في البيت السبانخ اللي بايته بقى لها اسبوع وكنا وفرنا، وبعدين يبتدي يفتكر هو هيعمل، هو قاعد بيفكر هيعمل ايه بكره، مش قاعد عايش اللحظه اللي هو عايشها معاها. انت كوتين القميص بتاع بكره اللي هروح بيه الشغل؟ كوتي القميص الكارو ولا المقلم؟ هما دلوقتي في مطعم مش بتيجي مكالمه تليفون ويقوم ربع ساعه يتكلم بره واصحابه عادي؟ ما ده برضه جاي بالظبط، يتكلم في التليفون ويرجع لها للقميص، كويتي المقلم ولا الكارو؟ تقول له كويت لك المقلم، انا مش قلت عايز الكارو؟ انت مش عارفه ان انا يوم السبت لابس الكارو؟ تقول له انت السبت اصلا انت بكره اجازه يا حبيبي، لا ما انا عندي شفت تاني وهنزل ومش قاعد في وشك، وينكد عليها عيشتها ويخليها تكره اليوم اللي هي خرجت فيه. وبعدين لما يجي الشيك بقى في لقطه كده ما بتتفوتش، فيجي الراجل يعني كانه بيقول لها طفح السم اللي يهري بدنك يا بعيده، ان شاء الله تطفحي الدرج عكوتة على اللي كلتيه في بطنك، كل ده عشان ما طبختيش النهارده، لو كنت طبختي بالظبط تروح بقى الست ترجيع يعني تجنن بشع عشان الاكل ولها. طبعا بعد 10 سنين زواج تنهجي تعالى تجري بالبنطلون بتاع البيجامة الست في الشتاء ضربة الجلابية اللي بكم القطيفة اللي فيها تطريز رخيص كده هنا في الصدر، والتوم داخل في الضوافر نتيجة التوم لأنها اشترت 8 كيلو توم في الموسم بتاع الخصومات بتاعه وخزنت في برطمانات في الفريزر، فمسك التوم في القطيفة والبصل مسك في القطيفة، فالقطيفة مهما بتتغسل ريحة التوم والبصل فيها، وضربة فانيلا قديمة من فانيلات عيالها على راسها اللي قال إيه بتحمي شعرها من ريحة البصل والطشة بتاعت الملوخية، وهي التوم داخل في الفوطة أساسا. ده شكل الست. نخش بقى على الراجل، كت بقى كده على الراجل مرمي على القهوة مع مقاطيعه اللي مرتبهم بيخلص يوم 15، اللي مراته منزلاه بخمسة جنيه بس تمن حجر الشيشة كوباية شاي بيلعبوا دومنا، يا إما مرات التاني بقى مراته مش منزلاه بفلوس لأنه بيعلمونه على الحيطة، واحد شاي اتنين شاي خمسة شاي شكرا شكرا دول مقاطيعه، والكرش تا 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 فما فيش بنطلون مقاس الكرش الحزام، فالحزام بينزل تحت تحت والكرش بيبقى طالع كده واخد وضعه، البطن هنا ما احنا مش لاقيين بنطلون مقاس الكرش،
والحزام بقى غلطان ايه؟ كان نزل على اخر البيجامه غلطان. لا ما عيب برضو نزل على القهوه بيه صح، وممكن يسقط والاستك فوق فالحزام بقى على اخر ايه، على اخر خرم فيه الحزام كده، وقاعد بالشيشه وبيتكلموا في نفس المواضيع العقيمه اللي بيتكلموا فيها بقالهم 3 سنين. هيدفعوا قسط المدارس ازاي، والاهلي والزمالك والمنتخب عملوا ايه، بس هو ده الموضوع. والتلفزيون عقيم في القهوه عمال يتفرجوا عليه، تيجي الساعه 12 تقوم هي عاملاه ازاي، تعمل له فوتو فوتو. هات عيش وانت جاي، وخيار وجبنه بيضه وحلاوه. والخمسه جنيه اللي خدتها وانت نازل، انت بتصرف على المقاطيع دول بفلوس عيالك؟ نفس ما عجبك في دماغه بقى، في دماغه بالمشبك، حكي المشبك وانت طالع. حكي المشبك معاه. فاصل مشاهدينا، خلصت الفقرة اللذيذة اللطيفة اللي ضحكنا فيها جدا جدا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل. شايفين بياض عينيها راح فين؟ بيلونوا بياض العين يا ماما. ايه ده؟ هما بجد مش لاقيين حاجه يعملوها. طب ازاي بدل ما يجملوا نفسهم بيشوهوها؟ طب ايه الجمال في ده؟ بيرضع بالاجبار دلوقتي. العينه دي حاسه انها شبهي، وحاسه ان ده انا وانا نونا ومش قايلين. صدمت لما اكتشفت ان 2015 ده مستوى الموضه. الراجل بقى زي بيلبس زي ست، وست بقت تلبس زي الراجل. كل واحد يا جماعه يرجع للبسه ويحترموا نفسه. ورجعنا لكم دلوقتي مع الفقره الحلزونيه اللي بنقعد نشقط ونلقط ونلم من كل حته ومن كل الفيسبوك ومن كل المواقع اجمد الفيديوهات واحسن الصور وكل الحاجات اللي عليها جدل كبير، فقره السوشيال ميديا. ننزل باول صوره. يلا. ايه ده بقى؟ يا ماما شايفين بياض عينيها راح فين؟ بيلونوا بياض العين، يعني هما بيلونوا بياض العين. معرفش يعني ماما. ايه ده؟ هما بجد مش لاقيين حاجه يعملوها. طب ازاي بدل ما يجملوا نفسهم بيشوهوها؟ طب ازاي ايدي بيحقنوا، يعني ازاي بيحقنوا المساحه دي كلها باللون ده؟ يا ساتر يا رب. ما تسالينيش، مش عارفه، انا مش عارفه هل بيحقنوا ولا هل دي لانسز ولا هل ايه؟ لانسز. طب لانسز ايه اللي هتدخلها؟ بيحقنوا الابيض ازاي في المساحه دي كلها؟ لا بيحقنوا الابيض اللي في عينيهم. اه لازم يحقن. ازاي تستحمل اصلا انها تتحقن؟ خلاص خلاص. ده انت تتخدشي تتخدشي بضفرك يعني من غير ما تصحي تعملي كده، بتقعدي تعيطي من بالليل لغايه ما تروحي المستشفى عشان تشوفي على القطولك دي ازاي؟ اكيد او هيدوكي قطره. اكيد ده حاجه طبيه يعني ما بتوجعش زي عمليات الليزك وعمليات. طب ايه الجمال في ده؟ انا ما بقولك مش لاقيين حاجه يعملوها في نفسهم شوهوها. ايه الحاجات الهبه؟ وشو ودن شيطان وايه العف؟ ايه ده؟ بدل ما إيه في واحده عامله عين وعين، يعني واخده بالك في واحده عامله دي يعني عامله كومبينيشن كده من عين دي وعين. دي استاذه مفقوعه. انت بنت لو جينا نعمل لك دي بقى نعمل لك ايه؟ انت عينك زرقاء، نعمل لك الاطار الخارجي إيه احمر بقى. نحقن بقى. هو الاحمر بيمشي مع العين الحمراء. لا الاحمر بيمشي مع الازرق. يعني لا لا ام عين كارو عشان تقيلي، عشان نوحد الليله ونفرش كتير عدسات على وشها. اديها بيش في الارضيه. لا عشان تغير لها لون. لا بس البيش، لا بس البيش هيبقى قريب من الابيض. احنا عايزين نغير، عايزين نعملها مودرن. طب لو عملها اسود الصاله مودرن. لسه هقول اضربي اسود. تخيل ضربت اسود مع الازرق هيبقى وحش قوي. ياما ده انا رايي احمر هيبقى كارو جامد بصراحه. احمر يليق على كل لبس. يبقى انت احمر فازرق في اسود. انت زرعه اعمل لها موف هنا هو جوه. بس موف مع البني ما يروح مع البني وشبان. مش حيبقى. لا بس يعني قريبين من بعض يبقوا حلوين. من حق اختار يا جماعه. ما انت اخترتولي على فكره. احنا اخترنا لها. ما ده هتحقن. طب اتفضلي تحقني. يعني هتحقن في عيني بارادتي بلوني. يعني تحبي تتحقني بانه لون؟ هتقول لك بيج اصفر.
اصل انا عايزه اغير عدسات فعايزه اضرب ارضيه بيج حياديه. بنحب الحياديه. طب المهم تعالي نشوف الصوره الثانيه. مين دي؟ ده اب لابس الماسك بتاع وش مراته علشان البامبينو يا حبيبي ما يعيش ويحس ان هو مفتقد مامته، فلما تيجي تسال تقول ماما فين يقول لها بيخ انا زي ما انت. بس والله العظيم الولد نفسه يتفزع من الماسك ده والله. يعني كنت... بيفهم يعني ايه وش مامته ويعني وش لا بيشم الريحه. الطفل اللي في السن ده بيشم ريحه امه. انت سؤال بس كان ده اول ما بيطلعوه من بطن بيحطوه هنا عشان يسمع نبضات قلبها من كتر ما هو حافظ نبضات قلبها. انتوا بتتكلموا ان هو بالصوره هيتفزع. هو هيتفزع من الوش ذات يعني. هو اكيد مفزوع من مامته ذات نفسها لو هي يعني هو ده الماسك بتاعها. يعني لما تعملوا ماسك طب غيروه شويه حلوه حبيبي. يعني الولد لسه حتى شوف الواد مبرق كده يا عيني عنده حاله هلع. لا بيرضع بالاجبار واللي هو انا اصلا وده لو بينطق ده لو بينطق كان قال لهم ده انا ما صدقت انها مشت. تجيبوا لي الماسك بتاعها ده انا فرحت. دي مش ريحه ماما. ماما اتنين المفروض يروح ناتش الماسك ده ومقطعه عشان يخلص. لا بس اختراعات برضو يعني الاختراعات بقت فظيعه. لا انا نفسي الاب ده يعمل حاجه ثانيه يخرج بقى بالماسك ده يمشي في الشارع. الاختراع يعني يمشي في الشارع عشان يحس ان هيرضع باقي الناس بقى الاطفال عشان يرضعهم عشان يشوف يا حبيبتي صاحبه الوش ده بتتعرض لايه فيجي يعطف عليها في البيت ويحتضنها ويحبها ويحس بالالام والمعاناه اللي بتحس بيها صاحبه هذا الوجه الجميل. ليه بتتكلمي بغرعه يا حبيبتي؟ اصل العيله دي حاسه انها شبهي وحاسه ان ده انا وانا نونا ومش قايلين يعني قولوا للجمهور ان انا خلاص ما بخبيش على جمهوري حاجه بصراحه. شوفوا كنت حلوه ازاي وايدي متنيه. طب يلا نروح للفيديو. بره بره بتتغير كل 10 سنين وبتثبت. بس لو تسالوني انا احب موضه ليا ايه كناس وكسينما وكممثلين وكلبس وشارع وحياه موضه السبعينات. طبعا صدمت لما اكتشفت ان 2015 ده مستوى الموضه. يعني ان الستات متشابهين بالرجال ولبس غريب كده وملوش اي معالم. لو نبص تمانينات سبعينات ستينات خمسينات هتحسوا ان الموضه ليها شكل ليها ستايل. انا بحب التمانينات بقى. تمانينات قصة الأسد والألوان بقى والفساتين بقى والروج الملون والحاجات بقى المترقعة والحلق الملون. أنا بحب السبعينات برضو جدا. أنا بحب السبعينات قوي. انتي قلودة عشان هي قالت سبعينات تقول سبعينات. لا بس والله ده اختاري سنة جديدة من عرض و100 سنة. خمسينات قديمة أوي ما بحبهاش. ما قلتي شكلك قديمة قولي خمسينات. بتاع فاتح الحمام ستينات خمسينات بس السبعينات انا بحب الشارلستون البنطلونات دي وبحب انتي مواليد سبعينات خلاص اروح انا حته ثانيه مش مهم
انا هروح حته تانية. انا هروح يا جماعه الاربعينات يا حرام لما كانت الشنطه كده. ايوه كل واحد يرجع للسنه اللي بنقول فيها. خلاص انا هروح الاربعينات كده والفساتين اللي بالكلوش وتحتها في جيبونه كبيره والشعر عامل كده وفي تربونيه هنا وفي في كده. انا لابسه على فكره لبس قريب من الاربعينات اهو. ما لبس الاربعينات دونتيل دونتيل ده على العموم يعني هي الموضه اتدهورت ما تحسنتش يعني. وفعلا العين الزرقاء اللي لسه شايفينها كانوا حطوها مع 2015 كملوا اللبس بقى بالعين الزرقاء. كلموا كملوا البهرجه بالظبط. الولاد بقت والودان الشيطان كل ده الفينات. البنات بقت تلبس زي الولاد البوي فريند كات اللي هي الجينسات اللي هي زي الولاد اللي ملهاش فورمه ولا شكل. والولاد بقوا يلبسوا زي البنات البنطلونات المحزقه والليجنجز والتوبات اللي عليها. ولو سمحتي قولي يعني كلمه مقطعه ابوس ايدك. مقطعه والله يعني اموت واعرف الفينات بنلبس مقطع ليه. انا مش فاهمه ما ظهرتش الموضه دي خالص على فكره مقطع. انا مش دي اكتر حاجه مضايقاني ان الراجل بقى زي بيلبس زي ست وست بقت تلبس زي الراجل في الالفينات ودي اكتر حاجه مضايقاني على فكره. اوحش موضه ظهرت في الفيديو ده موضه هذا الوقت. كل واحد يا جماعه يرجع للبسه ويحترموا نفسه. هنطلع بقى فاصل ونرجع مع فقره الدين. مش حاسس يا خالد ان الناس مرتبطه بالصوت وناجح جدا مع الرؤيه ممكن تخف الاسهم؟ اي حد مصري مفلق تبعي. انا مفلق جدا. ايوه انت عارفه انا اول واحد شافني في الشارع عرفني خدته وعزمته على حاجه ساقعه. تحب التمثيل نفسك تكمل فيه اكتر من الاذاعه ولا مين اللي بيغلب يعني؟ محتاج كبيره فين انا معاها. لا رايح على طول. انا ملاحظ ان انت خسيتي ما شاء الله. مش قادره اقول لك قاعدين يا اخويا حرقتوا فيا لما خلاص انا عايز امشي من البرنامج قبل ما اكلت اكتر من كده. رجعنا لكم بعد الفاصل لاخر فقره في حلقتنا هي فقره الضيف. ضيفنا النهارده دمه خفيف لذيذ كلنا بنحب نسمعه صوته كده على مدار ساعتين كله باور وطاقه وانرجي بيخفف علينا السكه والزحمه. هو خريج هندسه ولكن غير الكارير تماما وقرر يشتغل مذيع راديو وهو نجم في الراديو. المرة دي مش احنا اللي معاه في السكة، المرة دي هو اللي معانا في الحلقة. رحبوا بخالد عليش. مساء الفل. الأخبار؟ الحمد لله. معاك في السكة؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. أنت بتطلع في الراديو دايما ما حدش بيشوف وشك صح؟ لا بيشوفوني بس خلاص دلوقتي في تلفزيون. تمثيل؟ ولا والمحطة متشافه في التلفزيون. لما فتحوا على الانترنت بس قبل كده كنت طول عمرك مخفي. السوشيال ميديا ما خلتش. خلاص. صور وكده. اي حد بيعجبه الاسم فيروح كاتب الاسم على جوجل كذا كذا. هاتوا فيظهر له الصوت. طب انت مش حاسس يا خالد ان الناس مرتبطة بالصوت وناجح جدا مع الرؤية ممكن تخف الاسهم؟ لا كان في الاول الخوف ده لكن دلوقتي بقى لا عادي. لا الناس خلاص خدت على الموضوع بالعكس. ده هو بيربط بقى بين شخصيه مثلا شافها في ربع مشكل في يقول لك ليش ايه ده هو انت ده هو انت ده هو بقى بيشوف ليش ده بيفتكره واحد. وبعدين انت بتدافع ليه يا خد ده انت قمر والله صح. ده كفايه السنان العسل دي الرزق كله عارف. شكر قوي شكر يا ابني ده قطر معدي بين السنتين يعني يقول لك فلقه دي مش فلقه دي فلقه جامد صح؟ زي دي اللي جايبه الحظ والله الحمد لله. طب ازاي محافظ عليها بصي ازاي مهندس قد الدنيا تعبان في الثانويه يبقى فلقه مهندس محترم جامعه القاهره كليه الهندسه قسم اتصالات يسيب ده كله ويجذب بنفسه في الراديو يا ينجح يا ما ينجحش. الحب بقى الحب كان بتحب قوي المهنه دي بحب قوي الراديو. انا بحب الراديو جدا 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 لان انا قاعد بحرك يعني حتى لما ظهر التلفزيون او الراديو بقى يتنقل على التلفزيون عادي لطيف بس مش هو ده الاساس. الراديو انا بحرك دماغك وبخليك تتخيلي معايا اللي انا بقوله وكاني قاعد معاكي في العربيه دي حاجه انا بحبها جدا. طب مين اللي ساعدك يا خالد في موضوع التمثيل والاذاعه يعني مين اللي اداك اول زقه؟
لا في التمثيل في الاول يعني مش فاكر، بس كان اسامي كتيره طبعا وقفت معايا، يعني مثلا كان في، مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد، بس كان في ناس كتيره وقفت معايا الاول. انا كنت بشتغل بروديوسر في شركه، الشركه اللي انتجت ربع مشكل اللي هو في شخصيه ليش، على الشخصيه المهمه اللي هي اصلا لغايه النهارده مع كل اللي انا عملته ده الناس بتقف تقول لي ليش ايه وبتاع، حته ليش في الشارع كده وبتاع. ف ايوه صح يا جدي عامل ايه. فلغايه النهارده دي كانت اساسها، كنت الشركه اللي انا بشتغل فيها بروديوسر، كنت كرييتيف بروديوسر لغايه لما الوقت كده عدى فكانوا عايزين حد يمثل وانا كنت بمثل وهم ما كانواش مقتنعين ان انا بمثل. ايه ده بجد؟ اه خالص. كنت اقول للمخرج انا والله ممثل، انا بمثل في الجامعه دي الناس بتموت على نفسها من الضحك، دي مرمغه ضحك. يقول لي لا لا انت مش تنفعك. يعني كان في نشاط جامعي؟ اه كنت في مصرح. في الجامعه كنت بمثل في المسرح بقى بتاع الجامعه، وخدت مراكز في الجامعه وفي ساقيه الصاوي خدت مراكز، اللي هو فاكره الحاجات اللي هي انت الذي وانت انت تلبس زمايلك لبس أيوة المسرح وتجيبوا فيشن تجيبوا تجمعوا فيشن تجيبوا. مره كنت المفروض اعمل شعري ابيض فجبنا بودره تلك، وبعدين كنا المفروض نحط بسيط بقى كده فاتدلقت كلها زي ما انا بابا حاجات. بس هو ده والله اللي بيعمل الشخصيه بعد كده، صح. يعني الحاجات البسيطه دي اللي بتعمل الشخصيه بعد. طب وفي الاذاعه بقى بقيت السؤال؟ في الاذاعه بقى كنت بدات اكون علاقات كتيره جدا جوه الوسط الفني يعني، فبدات استخدمها. كنت في الاول خالص دخلت مسابقه عشان يختاروا مذيع على المحطه اللي انا بشتغل فيها دلوقتي، وبعد كده راحت عدت بقى حاجات كذا مره مش عارف ايه، فشلت هنا اتعرفت على ده، فاستخدمت بقى الوسائط بتاعتي كلها وعلشان ادخل في الاذاعه الاولى اللي انا دخلتها، كانت لسه بتطلع، الاذاعه الاولانيه اللي انا ابتديت فيها كانت لسه بتطلع، فكنت الحمد لله معاهم من البدايه. وغيرت دلوقتي بقيت في دلوقتي بقيت في اذاعه ثانيه في نجوم اف ام، مش عارف ينفع اقول الاسامي ولا لا. ينفع طبعا. اه كنت دلوقتي في نجوم اف ام. لا كنت في ميجا اف ام. كانت هي نجم يعني كده صديقه للراديو النيل. كلكم اصدقاء والله، كلكم حلوين والله، كلنا اصحاب. ايوه. طب انت صاحب الفكره بتاعت معاك في السكه ولا؟ بصي انا شايف ان الراديو ما فيهوش فكره، يعني حتى لما حد يقول لك هو انت بتعمل ايه، فكره البرنامج اللي انت بتعمله لو برامج. طب الاسم، طب لا احنا كنا كلنا يعني كنا كلنا كل الكرو في نجوم اف ام قعدنا فكرنا الاول علشان الاسم، بس هو الاسم معاك في السكه. احنا لا انت عامل حاله يعني لازم كل واحد بعد ما يتكلم يقول معاك في السكه، وساعات بتحط انسرتات كده معينه في وقت عندك تون وطاقه معينه في الكلام، بتتكلم من حته معينه بطريقه كل ده فكره بعد النظره ام عندي كل ده راح. لا ليه راح؟ ابشرك. ليه؟ راح ليه؟ ابشر. لا ما عم تقول عندك تون مبهر وبتاع. لا لا, لا ما شاء الله خلاص. ايوه لما عينيها حلوه يعني انا بقولك عشان تبتدي تمسك الخط دي القطه السيامي بتاعتنا. لا والله مش يعني احنا قاعدين مع الترابيزه كده، القطه الشرازي بتاعتنا اللي عينين الدبالي. وساعات حد يعدي كده يبقى ليه ميول خواجاتي على طول، لا يعرف ان هنا لكن اي حد داخل بقى يرطم بقى تلاقي فيه رطن كده. لكن اي حد مصري مفلق تبعي انا مفلق جدا. ايوه. انت بقى اللي بتعمل كل الحاجات دي وانت اللي تفكر في كل التفاصيل دي؟ يعني في الاول خالص احنا بنبقى قاعدين مع بعض الكرو كله بقى في نجوم اف ام، مثلا رامي هالة اسامي كتيره جدا، بنقعد مع بعض علشان خاطر نشوف احنا هنعمل ايه. فبنحضر شويه حاجات وهي دي اللي احنا هنشتغل عليها، لكن اون اير بقى على الهواء خلاص انا اللي بعمل كل حاجه. خلاص الحاجات اللي اتحضرت بنستخدم بقى احنا كل الحاجات دي، واستخدامها مكانها فين كل ده بيبقى المذيع قرارك انت على الهواء. بالظبط. عشان كده ده اللي هو الاون اير برودكشن، اللي هو انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي بختار، اللي هو انت المخرج، انت اللي بتختاري الاغنيه، انت اللي بتختاري الموضوع اللي هتتكلمي فيه، انت اللي بتختاري الرد، امتى تقفلي على المكالمه، امتى تخليها، فكل الحاجات دي بتخليكي في الاخر تطلعي منتج كده باكد مظبوط يعني. خلاص طبعا الاذاعه المصريه مش كده دايما، بيبقى معاهم المخرج ومعاهم مهندس الصوت ومعاهم يعني فريق عمل. آه لما ظهرت بقى المحطات الخاصه بقى انت بتقدر تشتغل لوحدك. خلاص بقى هو كل واحد على الكيبورد اللي قدامك. طيب مين بقى اللي عمل لنا النقله الحضاريه دي؟ احنا دايما بيجي حد يعمل لنا نقله حضاريه. مين اللي علمنا ده بقى؟ اللي عمل النقله دي هو كانت افتتاح نجوم اف ام في مصر هنا في 2002 او 2003 تقريبا، هي اللي عملت بقى ان احنا ناخد الاذاعات. خدناها منين؟ خدناها من لبنان.
لبنان هي اول مكان في الوطن العربي على حسب معلوماتي يعني، هم اول ناس عملوا الحركه بتاعت ان يبقى فيه راديو بميكسر بوان مان شو بيشتغل كل كده. احنا خدناها بقى من لبنان وبدانا نعملها هنا في نجوم اف ام، وبدات بقى كل المحطات اللي حواليها دلوقتي اللي فتحت كلها شغاله بنفس الطريقه، حتى بنفس البرامج، بنفس هتلاقي نفس الاشخاص هم بيتنقلوا من هنا لهنا، هم نفس الناس. وفعلا جه فريق من لبنان جه اشتغل مع 2-3 مذيعين، وراحوا محطه ثانيه اشتغلوا مع 2-3 مذيعين، ودلوقتي خلاص بقيتوا كلكم بتعلموا بعض. خلاص احنا كلنا عارف يعني، خلاص بقى عارفه اللي هو المكان ده الناس كلها عرفت كل حاجه. فانت عايزه تعملي مثلا اجهزه فتروحي جايبه كذا اللي هو عمل كذا، فخلاص بدات تتنقل الخبره يعني. طب انا عايزه انقل شويه بقى من الرز ونروح للتلفزيون. ماشي. برنامج مير اختر كان برنامج شراني قوي. صح. فكرتك؟ لا ما كانتش فكرتي، كانت فكره المنتج صادق الصباح. طب ايه اكتر حد اترعب وايه اكتر موقف كوميدي حصل لك في البرنامج؟ لا هما اللي اترعبوا كتير. اترعبوا، لا في ناس اتبهدلت مني جامد يعني. انا فاكر مثلا يعني الحلقه طبعا اللي كانت كسرت الدنيا حلقه علي ربيع. لان علي الناس ما توقعتش ان هو خرج ساب الست الحاجه، قال لهم بقول لكم انا ماليش دعوه انا عايز اخرج من هنا دلوقتي. فكانت طبعا موقف ما كانش متوقع منه خالص. في ناس اتبهدلت جامد، الفنان طلعت زكريا اتبهدل جامد. في كام حد كده عارفه اللي هو لا يا جماعه احنا نوقف بقى يعني. انا كنت في اوضه كده بدخل فيها في الجنب، ما كفايه كده بقى عايزين نخلص. فكنا بنستنى عند مرحله معينه ونروح موقفين بقى. طب اكتر حلقه ضحكتك وانت شغال فيها ما كنتش قادر حتى؟ علي ربيع برضه يعني. انا كنت وانا عشان انا اعرفه كويس. وبعدين انا ما اتكلمتش معاه قبل الحلقه بقالي كتير، مثلا بقالي بتاع سنه ونص ولا سنتين ما شفتوش. فانا مش متخيل ان هو كده، فعمال هو بيتكلم وانا عمال بضحك. وبعدين ايه سبته في مره في حاجات كتير، انا سبته ورحت وديت وشي ناحيه مش قادر. كنت بتضحك جدا؟ كنت مش قادر الحلقه اللي هو يا عم حرام عليك ايه ده اللي انت بتعمله ده. فدي الحلقه دي ضحكتني جدا صراحه. طب انت بتقول ربع مشكل غير حياتي. في ايه؟ خلاص بقى خلاني بقيت ممثل معروف للناس يعني، بقى شكلي معروف للناس، الناس بتشوفني في الشارع تعرفني. ده لما كنت بتحايل على المنتج يشغلك فيه وهو رافض ومش شايفك خالص. عارف انا اول واحد شافني في الشارع عرفني، كنا بنعرض ربع مشكل ده على شبكه مشفره ما بتتشافش، فكان قليلين قوي اللي بيشوفوه. فاول ما حد شافني في الشارع قال لي هو انت بتهيألي بتعمل برنامج، كان الاول اسمه لمبه شو، كان الجزء الاولاني بتاعه اسمه لمبه شو، انت بتعمل برنامج اسمه لمبه وتعمل شخصيه كده بضفاير وبتاع. قلت له انا. فرحت خدته وعزمته على حاجه ساقعه. والله يا بنتي ما صدقتش نفسي. دلوقتي بتعزم جمهورك ولا خلاص؟ كتروا بقى ما شاء الله عازمين ولا مين؟ طب ايه ازاي اقنعت المنتج بقى انه يشغلك؟ والله هي كانت ساعتها برضو فضلنا يعني اقول لهم يا جماعه بمثل، فدخلت في حاجه كده صغيره دخلوني فيها. فبالصدفه الشبكه اللي بتنتج البرنامج شافتني بره في دبي، فقالوا هم مش عارفين الممثلين اللي هنا قوي، فقالوا ده كويس كويس. فدخلني معاهم، فبقيت بقى في وسطيهم لغايه لما واحده واحده بقى. انا يمكن عندي مشكله ان انا ما بعرفش اعبر عن اللي انا عايز اعمله واحنا بنتكلم كده يعني. قلت لي اعمل كذا كذا، مش هعرف. انت ارميني في النار هتلاقيني هتصرف. فمره في مره في مره، فخلاص بقيت واحد بقى من الابطال بتوع البرنامج. طب ماما الحمد لله عايشه. الحمد لله. بدي الصحه وتفرح بيك كده وانت معاك زرب تايه. يا رب. ماما ما بتقعدش كده مره قاعده جنبها تقول لك يا ابني مش كنت زمانك دلوقتي مهندس مال وهدومك؟ انت كده ارزقي. ارزقي. كده انت على بابا الله، افرض الاذاعه قفلت. بتقول لي كتير والله، بس كان زمان بقى خلاص. دلوقتي عرفت ان ده التراك اللي انا ماشي فيه خالص. وانك مش هتتغير وان انت ده اللي بتحبه. حاجه بحبها. وبعدين لو اشتغلت مهندس دلوقتي ولا هفهم حاجه. ولا فاهم حاجه. نسيت كل حاجه. ده انا اصلا خارج مش فاهم حاجه، فانا دلوقتي افهم. طب نروح شويه بقى لميمة. طبعا. ميمة الام ولا ميمة البنت؟ الاثنين والله واحد. انت اللي اخترت تسمي بنوتك ميمة؟ انا اللي اخترت. ما شاء الله. وايه تعاملها معاك ايه بقى؟ بقت مستوعبه هي لسه ولا دلوقتي؟ عندها 9 شهور اهي بس. يعني ما فيش، بس هي دوبك بس بخوفها، بتخوفني هي. هي طالعه شبه مين بس الاول؟ والله الاقرب ان هي شبه ميمة الكبيره. الحمد لله. طب خفت في الاول كده خدي بالك. لا حسيت ان في فلقه هتظهر. ما لسه كنت هقول هل ورثت الفلقه ولا لسه السنان ما ظهرتش؟ هيبان. لسه درجيه. اصل الفلقه دي بتبان يا جماعه. الفلقه دي اصلها جباره يعني، الفلقه دي بتتوارى
خلاص بشده. لا لا يعني لا هظبطها لها من وهي صغيره. اصل ده بريس. لا انا همسكها كده اقول لا لا حمل كثير كده العيله اتفلقت كلها مش معقول. صح لا ان شاء الله يعني تاخد سنان مامتها ان شاء الله. سنان مامتها حلو؟ الحمد لله. طب على فكره ما تتضايقش بالعكس ده من سر جمالك فلقتك. الحمد لله. يعني ليها رمي تاني يقول لك يا ابو فاق قول له فلقت قمر بس وحظ وكده وبخت وشوف حظي وكده يعني. ايوه هو عيني فيه اقول اخ يعني. طب قول لي ميما لسه بتشتغل ولا عايزه تبقى لا بتشتغل. تمام برافو. يعني انت راجل مش دكتاتور. لا هي يعني هي حره وفي الاول في الاخر كلنا بنجتهد لغايه لما نوصل لحاجه احنا بنحبها. ممكن في لحظه انا ازهق من اللي انا بعمله ممكن في لحظه هي تزهق من اللي هي بتعمله. احنا بنعمل حاجه علشان نتبسط بيها اعتقد كلنا بالزبط. بنعمل نفس الموضوع. انت بتلعبي لو انت دخلتي علشان خاطر ان انت ده شغل بالنسبه لك مش هتطلعي حاجه حلوه. صح. طب قول لي انت بتحب التمثيل نفسك تكمل فيه اكتر من الاذاعه ولا مين اللي بيغلب يعني؟ لو ذاك الاختيار سؤال مهم ده يعني يعني تقول ما انا معاها انا رايح على طول. لا هو الراديو كده كده يعني في عمر افتراضي يعني انا دلوقتي بنقل خبرتي اللي انا اتعلمتها طول السنين اللي فاتت دي كلها بنقلها للناس على الهواء غصب عني لما يعني اعدي سنتين ثلاثه اربعه الله اعلم يعني بكره في ايه هتلاقي الخبره دي خلصت فخلاص هبقى مذيع تافه وما عندوش حاجه جديده يقولها وهتحول لواحد بيتكلم في كل مصطلحات حكيت كل مواقفك وحكيت كل حاجات اللي بتضحك وفهم وجهه نظرك في كل المواضيع بعدين بقى هقول ايه تاني ما خلاص وبعدين اللغه بتتغير يعني صح. دلوقتي انت لو جيتي رحتي للناس اللي في الجامعه تلاقيهم بيتكلموا بلغه جديده شويه مصطلحات كده مش فاهمينها من 10 سنين ولا حاجه لما ظهرت نفض وكبر وطنش وحلق احنا كنا نقول لا لا ده كلام ما ينفعش يتقال عيب عيب دلوقتي عادي كلنا بنحلق وقشطه وبقى في شوية بي اف اف بتتجدد في السوق بتدخل يعني واحده واحده عارف يعني ايه بي اف اف؟ يعني بي اف اف ايه يعني ايه؟ يعني بيست فريند حاجه فور ايفر يا ولا لا ده انا دارس قوي انت جامد ده انا صايع نزل الابديت بس انا شايفه ان العكس يعني انا مستغربه رايك ده يعني كنت فاكرك هتقول ان انا في التمثيل ممكن اعجز وابقى كبير في حين مستخبي ورا الميكروفون ما حدش شايفني الناس سامعه صوتي فصوتي عمره ما هيعجز لا في التمثيل انا كده كده يعني كل مرحله عمريه ليها استغربت انك انت شايف ان الاذاعه ليها عمر انا شايف ان الاذاعه هي اللي مالهاش عمر لا نوعيه البرامج نوعيه البرامج اللي انا بقدمها ليها عمر خلاص انا مش هقدر اقدم برنامج سياسي يعني انا راجل طالع بهلس فازاي هتقبلي مني ان انا طالع اتكلم مثلا في اخبار والرئيس مش عارف ايه راح يقابل ايه وكيف يكون مش هقدر ومش هتصدقيني خلاص انا بقيت في حته ثانيه زي ما المذيع بتاع السياسه مش هتصدقيه لما هل انت بتبرر لنفسك دلوقتي انك هتنتقل من مذيع الى ممثل فعايز تمهد الموضوع هو اوريدي ممثل انا اوريدي بمثل بس بس عارفه اللي هو خطوات لا يسيب الاذاعه بقى خالص ويروح بقى يبقى ممثل ويكبر دماغه وارد الحته دي وارد ده يحصل في وقت من الاوقات زي ما قلت لك لو فلست يعني لو فلست فكريا خلاص مفيش اصل هو المذيع الراديو ده هما بيشبهوه باللمبه بتاعه الاستاد او يعني الناس بتوع الاضاءه يفهموا الموضوع ده اللمبه اللي هي بتاخد وقت كبير جدا لغايه لما تنور بس وانس ان هي نورت بتفضل منوره فتره كبيره جدا الفلورنس تنور كتير 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 بس ما بتطفي خلصت طفت مش هتنور تاني لما تنور الاضاءه بتبقى عظيمه بس كده فيعني لو الحمد لله الحمد لله انا وصلت للوهج ده ان هي خلاص منوره بس لما هتطفي هروح في ده شكرا ان شاء الله ما تطفيش ان شاء الله ان شاء الله مش حلو انت ان شاء الله حسين كئيب جدا يعني قاعد بيتكلم على اللمبه لما تطفي لا بس انت طفت بجد لا انت بتتكلم على ان لما تطفي ما متوهجه دي تشبيهات دي تشبيهات دي بليغه خلود دي تشبيهات كبيره خلود اتفضلي انا ملاحظه ان انت خسيتي ما شاء الله مش قادره اقول لك اتمقدت في البرنامج ده هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ شقه قاعدين يا اخويا حرتوا فيا لما خلاص انا عايز امشي من البرنامج قبل ما كان لازم الحق نفسي اخبار النفسانه معاك ايه النفسانه موجوده في كل حته بس النفسانه مع البنات بتنفسن على بعض اكتر
بس كلهم لان احنا بعد بحث ودراسه وسالنا 50 ضيف مين اكتر بينافسوا الرجاله والستات كلهم بيقولوا بصوا احنا حياديين انتوا بتنافسونا اكتر الرجاله بتنافسوا جواها يعني مثلا انا شفت مثلا حد لابس حاجه احلى مني نجح في حاجه اكتر فانا ممكن من جوايا ويتحول ده لان انا طموح بقى ان انا عايز ابقى زيه لكن الـ الستات للاسف ما بيعرفوش يخبوا تلاقيها بتبص لك من فوق لتحت كده وشها قلب حلو قوي شعرك ده بس يعني لو كنت لازم لمتي بس لازم حاجه الوش ده لونه حلو قوي بس لو بس هي دي فانتوا غصب عنكم دي صراحه دي حاجه حلوه طبعا عشان كده الرجاله بتكتئب بدري وبتموت بدري وسكته قلبيه وذبحه صدريه وسكته دماغيه بدري لانه ما بيعيطش فبينفسي اللي بيحس بيه ما بيطلعهوش دايما الناس عايزه يبقى قوي هي ممكن تنهار وتفرفر منك في الارض وتلمها عادي مشكله خالص اه 100 واحد يقف يساعدها هو لا لازم هو اللي يساعد الناس ده اللي بيعجل بموت الرجال مبكرا اعوذ بالله وعمار النساء فيجب ان تبكي وتنفس عن حالك والله انا ببكي على قد ما نفس نفسي مش نفس ليه عشان تعيش اه نفس احنا بالنفس يعني نطلع من الحاله دي ان احنا نفس كلنا اه طبعا دي مظاهره جدا ما شاء الله كلهم في نفس واحد اه الاجتماع الشيء كويس طبعا طب خالد احنا وصلنا لنهايه الفقره بس يعني جت سلامه الحمد لله نهايه الفقره بس طبعا بما انك معانا بقى فانت اللي هتختم لنا الحلقه النهارده مش ايه باور فاميلي بقى طبعا احنا النهارده كنا موجودين معاكم في برنامج نفسنا شيماء وانتصار وهدي وكل الشباب المنورين سعد يا جماعه سعد حضرات الساده الافاضل حضرات الساده المنورين صباح الخير صباح النور يا استا على دلعونة وعلى دلعونة بصوا على هيدي دي مجنونة أنا دلوقتي مش بسأل نفسي أنت ما اتجوزتيش ليه؟ أنا دلوقتي بقيت متأكدة أنت أكيد اتأكدتي إنه نجاح ومسؤولية وتألق في سختك حبيبتي في سختك حبيبتي أهلا وسهلا أنت متجوز يعني؟ لا يا حلاوته أنا عايز أقول لك حاجة يا عم